تواصل الجهات الشريكة في مبادرة طريق مكة خدماتها التوعوية ضمن مبادرة طريق مكة التي تسهم في التيسير لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة. وتهدف الجهات المشاركة في المبادرة إلى تقديم أرقى الخدمات، وذلك ضمن فريق متكامل مما عزز من جودة الخدمات المقدمة للحجاج، إضافة إلى تعاونها الدائم وحرصها على تذليل أي تحديات قد تواجه ضيوف الرحمن، بداية من استقبالهم والترحيب بهم في صالة المبادرة وصولا إلى مقر سكنهم.